يا مساء الورد على حضراتكم مشاهدينا مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من برنامج الهدف. نطير مع حضراتكم سريعا الى عروس البحر الابيض المتوسط الاسكندريه مع الزميل العزيز صلاح عقد عشان نطمن منه على اخر المستجدات التي تخص لاعب منتخب مصر ولاعب نادي مودرن فيوتشر احمد رفعت. صلاح مساء الورد عليك. يلا صلاح مساء الورد عليك. تحياتي ليك يا زميلي العزيز ابراهيم عبد الجواد من هنا من امام المستشفى الموجود فيها الكابتن احمد رفعت. خليني اقول لك يعني كان في اجتماع ثلاثي، خلينا اطمن كل الناس، في اجتماع ثلاثي من 10 دقائق بالظبط، انا والكابتن هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر والدكتور عمرو عثمان المعالج لحاله احمد رفعت. يعني يمكن ادانا تقرير او ريبورت كامل عن الحاله في الوقت الحالي اخر ما وصلت لاحمد رفعت. خليني اقول لك في اربع نقاط مهمين جدا وصل لهم احمد رفعت. خلينا ابدا معاك من اول نقطه وهي تقليل الاعتماد على جهاز التنفس الصناعي. يمكن احمد من وقت المباراه بعد ما وصلنا هنا موجود على جهاز التنفس الصناعي بشكل كامل. من دلوقتي احمد قللوا عدد الساعات او عدد التوقيتات الخاصه بجهاز التنفس الصناعي، وده حاله ان التنفس بقى بشكل نسبي مقرب من الشكل الطبيعي بنسبه كبيره ان شاء الله خلال الفتره القادمه باذن الله. النقطه الثانيه هي انخفاض معدلات العقاقير الداعمه للدوره الدمويه. يمكن احمد كان بياخد ادويه كتير جدا داعمه للدوره الدمويه، الدوره الدمويه اتنشطت فقللوا عدد الادويه اللي كان بياخدها احمد خلال اليومين اللي فاتوا. النقطة الثالثة هي تحسن نسبي في درجة الوعي والإدراك. يمكن أحمد النهاردة حرك إيديه وحرك رجليه، يمكن أخوه محمود ومحمد كانوا موجودين معاه والدكتور عمرو حاول يديله إشارة إن إخواته معاه. أحمد يعني حرك إيديه كده لما قال له أحمد ومحمود موجودين، لكن ما إداش رد فعل لا بعينيه ولا بلسانه، ما إتكلمش خالص، لكن في تحرك إدراك بشكل كبير عن أمس وأول أمس. النقطة الرابعة المهمة يا زميلي العزيز إبراهيم هي التشخيص والسبب. يمكن التشخيص هو التسارع في ضربات القلب مما أدى إلى حالة إغماء للاعب أثناء المباراة، وجاري البحث عن السبب خلال المرحلة اللي جاية. يمكن وصل النهاردة الساعة 7 الصبح جهاز من القاهرة، وصل جهاز اللي هو بتاع غسيل الكلى، واعتقد الجهاز ده ما كانش موجود او متوفر في اسكندريه، تم تدعيمه من القاهره، وصل الساعه 7 الصبح النهارده واحمد موجود على الجهاز ده. الكلى محتاجه شويه تنشيط خلال المرحله الجايه، الساعه 7 الصبح دخل على الجهاز لمده 48 ساعه، ان شاء الله بعد ال 48 ساعه يكون في تقرير كامل عن ما وصلت اليه الحاله ان شاء الله باذن الله. صلاح كل الشكر ليك على كل هذه المستجدات، وان شاء الله نكون متابعين معاك عشان نتعرف منك على ابرز الاخبار اللي ان شاء الله تكون ايجابيه وطيبه بخصوص حاله نجمنا الكبير احمد رفعت. من الزميل العزيز صلاح عوضه الى الدكتور عماد حمدي استشاري العنايه المركزه وضمن الفريق الطبي المعالج لنجمنا احمد رفعت. دكتور عماد مساء الورد على حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب وبخير. مساء الفل كابتن ابراهيم على حضرتك وعلى المشاهدين وكل سنه وحضراتكم طيبين. عندي كام سؤال عايز اعرفه من حضرتك. بدايه يعني الابديتس، اخر الابديتس وال يعني زي ما بقول التقرير الطبي الخاص باحمد رفعت حتى ساعته حتى تاريخه، ايه اللي تقدر حضرتك تفيدنا بيه؟ والله وحضرتك على في خلال الساعتين الاخرانيين دولت احنا بدانا في تحسن ملحوظ في حاله كابتن احمد الحمد لله. الامور استقرت يعني بشكل كبير في كذا حاجه. بالنسبه لدرجه الوعي الحمد لله الدنيا بقت افضل كتير. الوعي يعني تقريبا بيبدا يرجع تدريجيا، لسه طبعا ما وصلناش للوعي الطبيعي الكامل اللي اقدر اقول لحضرتك ان هو استجاب بشكل كبير عشان لسه في اثر المهدئ او المسكن القوي اللي هو كان ماشي عليه اليومين اللي فاتوا. بس يعني مقارنه بالايام اللي فاتت لا في تحسن كبير جدا بالنسبه لدرجه الوعي. واعتقد لو احنا ماشيين بنفس التحسن دوت في خلال 48 ساعه اللي جايين هنلاقي وضع افضل من كده بكتير ان شاء الله. كان يهمنا اكتر حاجه موضوع الوعي عشان حضرتك عارف متوقف عضله القلب اللي حصل زي ما كلنا تابعنا خلال اليومين اللي فاتوا ان اكتر من ساعتين تقريبا حصل انعاش قلب رئوي، فكنا كان كل خوفنا الفتره اللي فاتت ان احنا يطلع في تاثير في المخ او يطلع تاثير في درجه الوعي، والحمد لله حتى الان في استجابه مرضيه بالنسبه لحالته وبالنسبه للوضع اللي حصل له. اللهم لك بالنسبه بالنسبه لضغط الدم برضو دي الحاجه اللي يعني احنا بدانا نطمن شويه بالنسبه لضغط الدم. الامور بدات الى حد ما برضو تستقر، بدانا الادويه الداعمه لضغط الدم نقلل الجرعات بتاعتها تدريجيا، بدانا نسحبها ونقلل جرعاتها تدريجيا والحمد لله في حفاظ على ضغط الدم. الاضطرابات اللي كانت بتحصل في عضله القلب وكان
الرفرفه البطينيه اللي كانت بتحصل والاضطرابات اللي ادت الى توقف عضله القلب ما حصلتش خلال ال 24 ساعه اللي فاتوا، ودي برضو حاجه مطمئنه شويه. ان شاء الله برضو خلال ال 48 ساعه اللي جايين نقدر نشيل خالص الدواء اللي هيحافظ على ضغط الدم، ونقدر يعتمد على نفسه في الحفاظ على ضغط الدم من غير ادويه داعمه وقابضه للدوره الدمويه. يا مسهل يا كريم يا رب. الحاجه الاخيره بقى، واحنا يعني برضو نامل الامور تعدي على خير، اللي هو وظائف الكلى لسه حتى الان ما استجابتش بشكل كبير، بس احنا يعني مش متوقعين الكلى ممكن تتاخر شويه في الاستجابه، ونامل برضو ان احنا خلال الفتره اللي جايه دي نبدا نستغنى عن الاجهزه المتوصله بيه عشان تقدر تشيل البولينه العاليه والكرياتينين العالي، ونبدا نعتمد على نفسه في كميه البول واخراج البولينه من جسمه بشكل افضل من كده. ان شاء هو الله يا رب. في يعني هو حالته، عشان لو حضرتك يعني ملخص التفاصيل الطبيه دي، لا احنا تعتبر افضل كتير قوي من الفتره اللي فاتت الحمد لله، وده يعني طبعا اكيد بفضل دعوات الجمهور الكوره كله، يمكن تقريبا كل المصريين بيدعوا له، صحيح صحيح. واعتقد ان ده التحسن دوت اكيد فيه يعني توفيق من ربنا في الاول وفي الاخر يعني. طيب، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فعايز في بعض النقاط التوضيحية بشكل مباشر عايز أعرفها من حضرتك عشان نبقى بنقول معلومة دقيقة وصحيحة. نمرة واحد، هل التأخر في إسعاف أحمد رفعت داخل أرض الملعب من خلال جهاز صدمات أو من خلال بعض المحاولات لإنعاش عضلة القلب أثر بشكل سلبي على حالته؟ والله يا كابتن ابراهيم، احنا يعني احنا بدانا نقابل كابتن احمد وهو جوه المستشفى الفتره اللي قبلينا، ممكن حضرتك تاخد التقرير الطبي بتاعها من يعني من الفريق الطبي للفريق او للاستاد، بس طبعا هو كل ما يبدا ما يكون بدا انعاش القلب بدري فكل ما ده يحسن من الاوت كام بتاعه ويحسن من حالته. لا كل ما يبدا بدري انا بسال حضرتك معلومه مجرده بعيد عن احمد رفعت او عن الفريق الطبي للاستاد اسكندريه، انا بسال حضرتك معلومه طبيه مجرده فيما يخص في مثل هذه الحالات، التدخل السريع من خلال جهاز صدمات لو موجود في سياره الاسعاف او من خلال ان الفريق الطبي اللي موجود في الاستاد حاول انعاش عضله القلب الخاصه باي مريض حصل له الحاله دي في ارض الملعب على غرار ما تم مع اريكسن مثلا نجم منتخب الدنمارك قبل كده، واكيد حضرتك تابعت الموقف ده. ده بيسرع من وتيره الشفاء او بيقلل الاضرار الجانبيه نتيجه توقف عضله القلب؟ انا عايز معلومه طبيه من حضرتك. لا معلومه طبيه طبعا، دي حاجه ما فيهاش كلام. طبعا كل ما يبقى بدري كل ما يبقى التحسن اسرع، ويبعدنا عن حدوث مضاعفات كتيره كان ممكن نتلاشاها لو حصل الموضوع بشكل اسرع من كده. تمام. بس ده طبعا يعني اكوردنج على حسب الحاجات المتاحه وقتها وحسب التصرف اللي كان موجود والاكسبيرينس بتاعت الطاقم الموجود، بس هو من يعني الحمد لله برضه بفضل الله ان المستشفى كانت يعني قريبه جدا من الـ من الـ من الاستاد تقريبا. طيب. اقل من 5 دقائق كان موجود في الطوارئ المستشفى. طيب الحاجه الثانيه يا فندم، السؤال في بعض الكلام اتقال ان احمد رفعت كان بيحاول يخسس فبياخد فات بيرنرز اللي هي بعض ممكن المنشطات او بعض الادويه والعقاقير اللي من شانها ان هي تساعده في ازاله الدهون او تقليل الوزن، هل الكلام ده صحيح ودقيق؟ وهل ده اصلا ليه اي تاثير على المشكله اللي حصلت له والاغماء اللي حصل له؟ كابتن ابراهيم، الحقيقه مش اي حاجه في الفحوصات والتحاليل اللي احنا عملناها بينت حاجه زي كده خالص. مفيش حاجه تقول ومفيش، لا انا مفيش اي كلام على الموضوع ده. انا برضو سمعت كلام كتير برضو في الاعلام كده، حتى يعني ما اعرفش برضو مصدره ايه، بس قدامنا احنا لا مفيش اي حاجه من دي موجوده خالص، مفيش اي حاجه اثبتتها التحاليل والفحوصات حتى الان. وسبب اللي حصل في ضربات القلب اللي ادت الى توقفه حتى الان مش معلوم، وكل الفحوصات اللي سحبناها طلعت سلبيه. تمام. وبرضه في جزء مهم جدا، ان احنا يعني بعد توقف عضله القلب لمده ساعتين تقريبا كل الفحوصات اللي بنعملها عشان نعرف سبب توقف عضله القلب بتتغير، فطبيعي ان انزيمات القلب تطلع ايجابيه، وطبيعي ان معدلات التجلطات تطلع ايجابيه بشكل كبير بسبب توقف عضله القلب. صحيح. فساعتها بيبقى الدنيا بتبقى ماسكت، ما نقدرش نحدد ايه سبب توقف عضله القلب بصوره واضحه. بتبقى معلومات مضلله مش معلومات دقيقه. معلومات مضلله. فاحنا يعني حتى اساتذه القلب كلهم اللي بصوا عليه اتفقنا ان احنا دلوقتي عندنا حاجه جدا، ان احنا نحافظ على الدوره الدمويه ونحافظ على 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 حياته في الفتره اللي جايه دي، وبعد كده نبدا نشوف الاسباب عشان ما تتكررش تاني عن طريق فحوصات تانيه او حاجات اكتر. تمام. بتبقى يعني بعد كده ان شاء الله لما يقوم بالسلامه باذن الله، لكن ده مش هيفرق معانا سبب توقف عضله القلب ايه، عشان هو كده كده الموضوع عدى عليه وقت وعدى عليه ساعتين، وبالتالي كل التحاليل بقت مضلله مش هتبقى بصوره واضحه.
سؤالي قبل الاخير لحضرتك، بس هو ما فيش معلومه واضحه او في هيستوري ان هو كان في منشطات متاخده او كان في حاجه بتعمل زي ما حضرتك بتقول اللي هي تعمل فات بيرن اوت زي ما حضرتك بتقول كده. لا ما فيش اي كلام الموضوع ده. تمام. سؤالي قبل الاخير لحضرتك، هل الصيام كان ليه اي سبب مباشر في الاغماء اللي حصلت؟ برضه هو الفحوصات بتاعته اللي سحبناها والتحاليل بتاعته برضه ما اثبتتش ان في لخبطه في الاملاح او لخبطه في نسبه الجفاف الموجوده عنده. لكن هو الصيام هو يمكن عشان اول يوم، وبرضه كابتن احمد زي ما حضرتك عارف كان بقاله فتره راجع من اصابه، فهل اثرت بشكل مباشر؟ لا طبعا، هو الصيام عمره ما هياثر بشكل مباشر على حاله المريض، بس الا لو في حاجات تانيه مساعده ليها زي مثلا الاجهاد اكتر من اللازم، ما كانش فيه تجهيزات بشكل كويس بعد فتره راحه. لكن الصيام لوحده كسبب لا طبعا، اكيد عمره ما كان سبب. يمكن بس الجسم مش متعود برضه على اول يوم صيام، مفهوم. وممكن يحصل برضه مع حاجات تانيه عوامل مساعده تانيه، لكن كصيام لوحده اول يوم ايوه خصوصا بعد الفطار 3 4 ساعات لا اكيد مش هو السبب طبعا في توقفات القلب او ياثر عليه بشكل مباشر. اخيرا دكتور عماد، امتى نقدر نقول ان احنا عدينا عنق الزجاجه او نقطه الخطر، وان اللي جاي باذن الله يبقى افضل فافضل ان شاء الله؟ هو طول ما احنا معتمدين على الجهاز التنفس الصناعي في الحفاظ على نسبه الاكسجين وثاني اكسيد الكربون، ومعتمدين على ادويه داعمه لضغط الدم، فاحنا ما نقدرش اقول لحضرتك ان احنا مستقرين بشكل كبير. ايوه ده طول ما احنا معتمدين على كده لازم هو المريض يعتمد على نفسه. كابتن احمد ان شاء الله يقاوم ان شاء ويبدا الله يا رب. يفصله من على الجهاز التنفس الصناعي، فبعد فصله من على الجهاز التنفس الصناعي وفصله من العقاقير الداعمه لضغط الدم ب 24 ساعه اقدر اقول لحضرتك احنا كده اطمنا وعدينا بشكل كبير. وان شاء الله باذن الله انا يعني احنا متوقعين للتحسن اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت دي بالمجهود الجبار اللي حصل خلال 48 ساعه اللي فاتت، فاعتقد ان هيبقى في تحسن الفتره الجايه. فخلال 48 ساعه اعتقد ان الكلام ممكن يختلف خالص عن الكلام اللي ان بكلمه شاء حضرتك الله يا دلوقتي. رب. ان شاء الله يا رب. دكتور عماد حمدي، استشاري العنايه المركزه والطبيب معالج لحاله كابتن مصر ونجم مصر احمد رفعت، كل الشكر لحضرتك، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات القيمه. يا جماعه نحط كذا نقطه فوق الحروف. نمر واحد، طبعا كلنا بلا استثناء القاسي والداني، مصر من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها بتدعي لاحمد رفعت بشفاء، وان شاء الله يا رب ربنا ينصرنا فيه ويعافيه ويعفو عنه ويرجعه سالم غانم معافى ان شاء الله لاهله ولينا كلنا. الحاجه الثانيه اللي حصل امبارح او اللي حصل اول امبارح في هذه الحاله فضيحه بكل ما تحمله الكلمه بالمعنى، فضيحه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. الحاجه الثالثه، تواصلت النهارده مع صديق مصري عزيز جميل، واحد من النوابغ في عالم الطب الرياضي، اسمه هيثم سليمان، ده الدكتور ورئيس الفريق الطبي لفريق ايفرتون الانجليزي، ايفرتون الانجليزي، مصري، شاب مصري عنده 42 سنه. قال لي اللي حصل ده فضيحه. قال لي اللي حصل ده فضيحه. ليه يا عم هيثم؟ عشان انت المتخصص، وانا بحب دايما فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فاهل الذكر هنا هم الاطباء المتخصصين زي ما احنا عملنا كده مع الدكتور عماد حمدي. قال لك انه ما ينفعش الراجل ده يتشال في عربيه الاسعاف من غير ما يتم ليه الاسعافات الاوليه في ارض الملعب الخاصه بتنشيط عضله القلب، وان ده بيقلل بنسبه كبيره جدا من التبعات السلبيه اللي ممكن تحصل لمثل هذه الحالات. طبعا اللي حصل قدر الله وما شاء فعل، بس الحاله دي لو عدت من غير حساب للمخطئ وحساب عسير يبقى بعد كده ما تلومش على اي حاجه بتحصل. ما تلومش على اي حاجه بتحصل، لان بالبلدي كده ما فيش حاجه في الدنيا اغلى من روح البني ادم. مفيش حاجه في الدنيا اغلى من روح البني ادم. فلو انت تهاونت وما حاسبتش وبالبلدي كده طرمخت على اي حد مقصر في مثل هذه الحاله، واللي حصل ده ان عربيه اسعاف مش مجهزه او ان فريق طبي مش عارف يعمل اسعافات اوليه لواحد عضله القلب عنده توقفت، يبقى انت بعد كده تتقبل اي حاجه، لان مش هجيلك حاجه اعلى من كده. مش هجيلك حاجه اهم من كده. مش هجيلك حاجه اقيم من كده. كل اللي احنا بنحدي فيه ده من اعلام رياضي الكوره المسابقات لدوري بكاس، ده كله صفر على الشمال جنب روح بني ادم. وعربيه الاسعاف دي مش موجوده ديكور في ارض الملعب، مش موجوده زينه. عربيه الاسعاف دي مش موجوده عشان تاخد غرزتين، ما هو لو حاله طبيه او حاله اصابه عاديه واعتياديه الفريقين الطبيين في الجهازين للفرقتين هيعملوها، لو حاجبه اتفتح ولا جاله سبرين انكل ولا اتلوى ولا اتكسر، كل ده سهل هيعملوه، وده عشان تعالجها يبقى اقول يا رحمن الرحيم على اي حاجه تانية، لان زي ما بقولت لك لا في قبل ولا بعد روح البني ادم. فلازم يبقى في حساب عسير لكل من تهاون وقصر وما شافش شغله وما اتقاش ربنا في شغله
في مثل هذه الحالة عشان يكون عبرة، ومحدش بقى يقول لك أصل معلش وأصل كذا. وعلى فكرة حاج عمرو حسين أنا من أكتر الناس اللي بتنتقده، بس في الموقف ده الشهادة لله، محدش يقدر يلومه. اللي يقول لك أصل أول يوم أنت الناحية التانية كانت بتلعب العين والنصر، ولاعبتنا طول عمرهم زمان يعني لما ما كانش فيه اضواء كشف ما كان كله كان بيلعب قبل الفطار، وياما لعبنا ماتشات منتخب مصر واهلي وزمالك قبل الفطار وهم صايمين اصلا مش بعد الفطار. بقى يقول لك استنى اول يوم وتاني يوم وتالت يوم، ممكن يكون سبب، بس السبب ده واي اسباب تانية واردة الحدوث. ما هو إريكسن نجم الدنمارك في كل بكل الريبورتس والتمام والتقدم والتكنولوجي والكلام كل ده حصلت نفس المشكله. الفكره بقى اتعاملت معاه ازاي؟ الفكرة ان كل واحد عارف ان دوره، كل واحد من الناس اللي موجودة في الحتة الطبية عارف ان دوره ده ممكن يجيله مرة في السنة، بس هو جاهز لها. مش معنى ان هي بتتكررش كل مرة لان حالة زي بتحصلش كل يوم، بس هو جاهز لها. زي كده عربية المطافي، ما هو مش كل يوم حاجة هتولع، بس هو عارف ان لما انا هجري ما ينفعش يقولك اصل الخرطوم مش شغال، اصل معلش الخرطوم مقطوع، اصل احنا ما كناش عاملين حسابنا، اصل احنا ما جلناش بقالنا فتره، ما اشتغلناش بقالنا فتره، احنا قاعدين بنهوي فما كناش مستعدين. ما فيش حاجه اسمها كده. ده هو موجود عشان دي خدمه انقاذ، ده موجود عشان الحاجه الغير اعتياديه، الحاجه اللي فيها صبغه المفاجاه، فيها صفه المفاجاه، ما ينفعش ما اكونش جاهز لها. اخيرا ومش هسيب الموضوع ده، لازم يبقى في حساب عسير، ولازم اتحاد الكوره ورابطه الانديه تتحرك، ولازم رابطه الانديه واتحاد الكوره يحاسبوا نفسهم في الحته دي ويشوفوا مين المسؤول ويحاسبوه، لان في مسؤول ولازم يتحاسب. الراجل ما بين ايدين ربنا، ربنا ان شاء الله يا رب ينصفنا فيه ويقوموا بألف مليون سلامه، بس لازم اللي ما عملش شغله واللي تقاص عن شغله في موقف زي ده، اصل ما تتكلمش على ماتش اتاجل ولا كوره ما اتحسبتش بينالتي، ده احنا في حاجات اتفه من كده ب 100,000 مره، وانا قاصد اقولك اتفه من كده 100,000 مره. الدنيا بتقوم ما بتقعدش، والناس تقعد تبعت لك على السوشيال ما كلمتش على ضربه الجزاء ليه؟ الكوره دي عدت خط المرمى، اللي مش عارف ده ما اتطردش ليه؟ ودي حياه بني ادم خلاص، يوم في التاني في التالت خلاص هيبقى كله بيمصمص شفايفه وكله بيتحاسبن وكله عمال بيتصعبن وخلاص، والراجل بقى خلاص ما والموضوع هيتنسي، وهتخش في قصه المنتخب والاهلي هياخد لعيبته ولا مش هياخد لعيبته، وحسام حسن عمل ايه، والزمالك راح فين مع جوميز، وهتلاقي الدنيا اتنست. ده احنا لغايه النهارده رابطه الانديه واتحاد الكوره مفيش بيان طلع، مفيش حد قال لنا هو ايه اللي حصل معاه. اللجنه الطبيه في اتحاد الكوره، وعلى فكره يا جماعه الناس كلها في كل اللي انا بتكلم فيه اصدقاء اعزاء ومحترمين وعلى راسي من فوق، انا ما بتكلمش على بني ادمين وعلى اشخاص، انا بتكلم على ممارسات اداريه. فلازم يكون في حساب عسير لمن لم يقم بواجبه على النحو الامثل في مثل هذه الحاله، وربنا يشفيك يا احمد يا رفعت يا رب. نروح لاخبارنا واهم العناوين. تقييم جوميز، قرارات فنيه، غضب وازمتان، لغز الحراس، وتفاصيل انجليزيه. بيسعدنا وبيشرفنا مشاركتنا في الفقره الخبريه وتفاصيل اخبارنا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمد البنهاوي. استاذ محمد مشرفنا ومنورنا. اهلا بيك كابتن ابراهيم. مرحبا، ايه كله تمام؟ كله تمام، كل سنه وانت طيب وبخير. سنه وحضرتك رمضان كريم. رمضان كريم. بدايتنا مع تقييم لجوميز، الاخبار اللي عندنا بتقول ان في جلسه ما بين مجلس اداره نادي الزمالك مع جوزيه جوميز. صحيح. يمكن مجلس إدارة الزمالك مش منفصل عن الجمهور، طبعا في غضب كتير جدا من الجمهور بعد خسارة نهائي الكاس، يمكن كان الغضب شوية لأن كان الأداء جيد، فكان يمكن في غضب، لكن مع ذلك الناس بتقول إن جوميز لسه في البداية والأداء جيد، لكن مباراة الجونة فجرت غضب كبير جدا من جماهير نادي الزمالك تجاه جوميز. مجلس إدارة نادي الزمالك هيكون في جلسة مع جوميز خلال الأيام اللي جاية لسؤاله على عدة أمور، طبعا ما فيش تدخل في التشكيل ده عصر ولا في نادي الزمالك، لكن على الأقل عايزين يفهموا ايه الصعوبات اللي بتقابل جوميز عشان يقدم افضل اداء. يعني انت الفتره اللي فاتت يمكن احنا هنا الحلقه اللي فاتت قلنا ان مفيش، ان جوميز مش هيتحمل مسؤوليه نهائي الكاس، وفعلا كان في جلسه بين الكابتن حسين لبيب وجوميز في السعوديه قبل المباراه، والراجل قال له ان انا دربت 24 تدريب فقط ولسه ما اتعرفتش على امكانيات اللعيبه، فالكابتن حسين لبيب كان واضح وقال له انت لا تتحمل مسؤوليه نهائي الكاس. الفتره انا عايز اقول لك ان اللي فات حاجه واللي جاي حاجه، بمعنى ان مجلس اداره الزمالك شايف ان
ان هو لو ما اتحاسبش جوميز على الفتره اللي فاتت 5 ماتشات 4 ماتشات طبعا في البدايه ولسه الراجل بيتعرف على الامكانيات، لكن الحساب هيكون عسير بعد فتره التوقف الدولي. ليه؟ أيوه. لان هم شايفين ان الفتره اللي فاتت انت اتعرفت على امكانيات اللعيبه، عندك فتره توقف مثاليه في الوقت دوت ان انت هتاخد فريقك. طبعا عدد حتى اللعيبه المنضم للمنتخب قليل، هو محمد عواد فقط. فاذا انت لعيبتك كلها تحت امرك، هتدربها الفتره دي كلها لحد مباراه في هوتشر يوم 31. فاللي فات ان كان مجلس الاداره ما حاسبش جوميز، فاللي جاي هيكون في تقييم عسير لجوميز. ليه مجلس الاداره ما حملش جوميز حتى مباراه الجونه اللي فاتت، وان في الاحصائيات نفسها بتاعت مباراه الجونه بتدل على ان الراجل ده اشتغل فني كويس، لكن هو عنده مشكله. اشتغل فني كويس بمعنى ان انت مسيطر على الكره 71%، ان انت سددت 21 كره على المرمى، كل دي احصائيات جيده، يعني ان جوميز عمل مباراه جيده، لكن هو عنده ازمه كبيره جدا في مركز راس الحربه. ودي ازمه هتواجه الزمالك في المباريات اللي جايه، وشايفين ان جوميز عليه ان هو يلاقي حلول في الفتره دي. لكن أيوه. الاحصائيات سواء بتاع ماتش الاهلي او بتاع ماتش الجونه بتقول ان الراجل سيطر، عمل ماتش كويس، وصل للجون بنسبه كبيره جدا او بنسبه مقبوله لمدرب لسه بيتعرف عليه، بس ما فيش اللي بيخلص عنده بالظبط. فهي دي اللي خلي الفتره اللي جايه جوميز عليه ان هو يدور على حلول فنيه، ان هو يواجه المشكله بتاعت عدم تسجيل اهداف عشان يقدر الزمالك يحسن مركزه. لان طبعا حتى مباراه الجونه الغضب اللي احنا بنتكلم فيه، لان نادي الزمالك خساره من الجونه نزلته المركز، جمهور الزمالك شايفه مهين بالنسبه لاسم وتاريخ نادي الزمالك. ايه القرارات الفنيه الجديده في نادي الزمالك؟ جوميز، يمكن احنا اتكلمنا على تقييم مجلس الاداره لجوميز، ايه بقى انطباعات جوميز نفسه؟ يعني الراجل في الفتره اللي فاتت هو في مرحله استكشاف، ودي دي حقيقه مؤكده، لكن جوميز عنده شويه الغاز، يمكن هو في ما تعرفش على امكانيات اللعيبه بشكل جيد جدا، ويمكن في الغاز الجمهور نفسه بيسال عليها زي موضوع محمد شحاته مثلا. ايوه، جمهور شايف محمد شحاته فعلا فين محمد شحاته؟ لعيب كان بيلعب في المنتخب الاولمبي بشكل اساسي، مستواه جيد، لعب ماتش الاسماعيلي شوط اول، الجمهور كان راضي عن اداء محمد شحاته، بعد كده بعد خالص. انا عايز اقول لك ان جوميز في حديثه مع معاونيه محمد شحاته تحديدا، هو ما طلعوش ماتش الاسماعيلي عشان الانذار زي ما الناس كلها، امال ايه؟ هو طلعه ماتش الاسماعيلي لان هو كان منزله ديفندر تاني في نص الملعب، كان مديله تعليمات دفاعيه بحته. فمحمد شحاته لعيب صغير السن، اما بتتنقل لنادي بحجم نادي الزمالك بتبقى عايز تثبت نفسك باي طريقه في اول مباراه. أيوه. فتقدم في اكتر من كره، عايز يشوط، عايز يجيب جول، عايز يسيب بصمه، وانا عذره في ده بالنسبه لسنه وقله خبرته. هو الراجل عايز ان هو يثبت نفسه باي طريقه. جوميز يمكن الموقف ده او اكتر من كره اتحرك فيها، يمكن جوميز في المؤتمر الصحفي دافع عن اللعيب بتاعه وقال ان هو كان عنده انذار. بينه وبين محمد شحاته هو انتقده بعنف بسبب التقدم وعدم الالتزام بالتعليمات التكتيكيه اللي جوميز اداهاله. ده ياخدنا لعبد الله السعيد. عبد الله السعيد يمكن جدل كبير جدا، ناس كثيره بتهاجم عبد الله السعيد وناس بتدافع عن عبد الله السعيد. يعني ناس بتقول ان هو مش بمستواه وناس كثيره بتدافع عنه. المهم راي جوميز. راي جوميز ان الجهاز المعاون او الناس اداره الكره الاول في مجلس الاداره شايفه ان جوميز ظالم عبد الله السعيد، لانه بيلعبه ديفندر تاني، بيديله تعليمات دفاعيه قتل عبد الله السعيد بمعنى ادق. يعني عبد الله السعيد ماتش الجونه شايل كره على خط المرمى في اخر المباراه، ماتش الاهلي حتى هدف امام عاشور الرجل اللي كان عليها الجدل كانت رجل عبد الله السعيد. عبد الله السعيد في كل الكرات المرتده على الزمالك بيكون عنده تعليمات من جوميز ان هو بيرتد مع المدافعين وبيكون مدافع. طبعا عبد الله واخد دايما انه يتالق في مركز 10، ولو نرجع بالذاكره ده ملوش دعوه بالسن على فكره خالص، هو ده ستايل لعب عبد الله السعيد. يعني عبد الله ما كانش بيجري في الاسماعيلي على فكره. عبد الله هو ستايل لعبه ان هو ترمومتر نص الملعب، هو اللي بيقدر يوزع، عنده فيجن مميزه جدا. في نص الملعب. فجوميز شايف ان هو مصر على ان عبد الله السعيد يديله تعليمات دفاعيه، لان هو بيقول ان انا بلعب بطريقه 4-3-3، ما بلعبش بلاي ميكر صريح. انا بالنسبه لي الثلاثه الديفندرات اللي في نص الملعب لازم يرجعوا مع خط الدفاع. مجلس الاداره شايف ان في رضا على عكس كل ما بيتقال على عبد الله السعيد وعلى ادائه. جوميز الجهاز المعاون حتى المصريين اتكلموا معاه في ضروره توظيف عبد الله السعيد في مركز او كبلاي ميكر صريح، وان هو يقلل التعليمات الدفاعيه اللي بيديها له. لكن انا بقول لك ان جوميز رفض ده تماما، وهو مصر على اداء عبد الله السعيد الادوار الدفاعيه. فده بالنسبه لشحاته وبالنسبه لعبد الله السعيد، ده يمكن الاثنين اللي عليهم جدل شويه في وسط ملعب نادي الزمالك. العنوان اللي بعد كده غضب وازمتان.
ايه الغضب وايه هم الازمتين؟ النهارده كان في جلسه لمجلس الاداره، مش اجتماع رسمي يعني، لكن كان في جلسه لمجلس الاداره، في غضب طبعا من موضوعين. الموضوع الاول وهي الدورات الرمضانيه، يمكن طبعا كلنا تابعنا النهارده الجدل حول الدوره الرمضانيه اللي كان اعلن احد المسؤولين السعوديين ان كان شيكابالا مسافر يقود احد الدورات الرمضانيه، وان كان في مقدم عقد شيكابالا خده. طبعا شيكابالا انا بقول لك ان هو الموضوع المادي ده ما فيهوش مشكله، لان شيكابالا اعتذر وهيرد المقابل المادي وبلغ الوسيط يعني، بس الوسيط ده ما وصلش المعلومه بشكل مباشر، لكن هو شيكابالا بلغ الوسيط ان هو مش هيسافر. لكن مجلس الاداره شايف ان في مشكله في الموضوع. في هو السؤال استاذ محمد، مش المفروض شيكابالا او اي لعيب، وطبعا شيكابالا مسؤوليته مضاعفه لانه كابتن الفرقه، قبل ما ياخد القرار ان هو يشترك في الدوره يرجع ياخد اذن طبعا وياخد فلوس، مش المفروض ياخد اذن من الجهاز الفني او من الكره؟ ما خدش اذن يعني. النهارده كان مجلس الاداره سال الكابتن عبد الواحد السيد، فالكابتن عبد الواحد قال ان ما فيش اذن حصل عليه شيكابالا، فطبعا كان في غضب، وبلغه عبد الواحد السيد ان هو يكون في تعليمات مشدده لكل لعيبه الفريق، هيكون في عقوبات مشدده لاي لاعب يكون يشارك في دوره رمضانيه او حتى يتفق على دوره رمضانيه في الفتره اللي جايه، لان الزمالك مش ناقص اصابات يعني. الزمالك عنده اصابات بشكل كبير جدا في الفتره اللي فاتت. طبعا المشكله الثانيه، يمكن انا الحلقه اللي فاتت قلت لك التشكيل المتوقع، وقصدت اقول لك التشكيل المتوقع وليس المسرب، لان المسرب دي هتحصل عليها مشكله، وفعلا حصلت المشكله في مباراه الاهلي والزمالك اللي فاتت. التشكيل اتسرب على اكثر من وسيله اعلاميه قبل المباراه بست ساعات، ودي طبعا حاجه غريبه جدا مزعله مجلس الاداره، لان هم عندهم معلومه كمان ان التشكيل اتسرب واتبعت للنادي الاهلي من بعض الاعلاميين قبل الماتش بست ساعات. فهو مش بيقولوا ان ده سبب الخساره طبعا من النادي الاهلي، لكن شايفين ان مش من المنطقي ان انا مثلا كزمالك اعرف التشكيل بتاع المنافس بتاعي قبل الماتش بساعه، فيبتدي المدرب يشتغل على ده، والمنافس بتاعي بيعرف التشكيل قبلها بست سبع ساعات. ده طبعا مشكله كبيره جدا، والمشكله دي على فكره مش في عهد المجلس الحالي يعني، حتى التشكيل من زمان بقى له فتره طويله جدا بيتسرب لنادي الزمالك، ودي ازمه مزعله مجلس الاداره بشكل كبير جدا، وشايفين ان في ازمه اداريه في الحته دي، وهيكون في حساب في الفتره اللي جايه في اطار البحث عن الشخص او الاشخاص اللي بيسربوا التشكيل، لان ده مسبب مشكله كبيره جدا لنادي الزمالك. نروح على العنوان اللي بعد كده، لغز الحراس وجمهور الزمالك مش عارف هو صبحي الاساسي ولا عواد الاساسي. هو في لغز في الحراس بشكل كبير، لان جمهور الزمالك مش عاجبه ومجلس الاداره مش عاجبه اداء الحارسين سواء صبحي او عواد. ده من بابه كده، من بابه. وكان في انتقادات لو نتذكر لمحمد عبد المنصف، والناس بتقول ان عبد المنصف ملوش خبره وازاي يجي من الدار للنار زي ما بنقول، ولسه معتزل وما خدش تجارب تدريبيه، فكان كل سهام النقد موجهه لمحمد عبد المنصف. طب مشي عبد المنصف وجي فيزنتي اللي هو المدير اللي هو مساعد المدرب البرتغالي، ومع ذلك لويس فيزنتي، ومع ذلك ما زالت الازمه موجوده. مجلس الاداره على فكره الاثنين المشرفين على الكره حراس مرمى، فبرضه عندهم تقييم تاني للحراس ان مش ده الاداء المميز لحارسين بيحرسوا مرمى نادي الزمالك سواء صبحي او عواد. هم شايفين ان قد يكون التشويش الموجود عند الحارسين بسبب قصه التجديد. هو حصل قبل كده كذا جلسه وديه بين الحارسين وبين مجلس اداره الزمالك وما وصلوش لاتفاق. ليه ما وصلوش لاتفاق؟ لان الزمالك عنده اغلى عقد حارس مرمى واقل عقد حارس مرمى. يعني محمد عواد هو اغلى عقد حارس مرمى المقابل المادي بياخده، محمد صبحي كان عقد ناشئين ولما اتعار ما تعدلش العقد، فبالتالي عواد رافض انه ينزل من العقد الكبير بتاعه لحد وصبحي عايز يعني، وصبحي بيقول لك لازم تعوضني عن الفتره اللي فاتت. فهو دي الازمه اللي اتسببت في تاجيل شويه التجديد للحارسين. انا بقول لحضرتك ان هيتعرض على الحارسين عشان نقفل القصه دي العقد اللي نادي الزمالك محدده، في حاله عدم الموافقه سواء من صبحي او من عواد نادي الزمالك قد يلجا لحارس ثالث يتفاوض معاه اصلا يعني بعيد عن الاثنين. يعني انا مش هتخطى السقف بتاعي. في اسماء مطروحه؟ بالظبط، في اسماء مطروحه طبعا زي احمد الشناوي، هو علاقته جيده جدا بالكابتن حسين السيد والكابتن احمد سليمان الاثنين، لكن مش هيتم التفاوض معاه قبل ما ينتهي الملف للاثنين. يعني الاثنين هيتعرض عليهم السقف اللي حطه نادي الزمالك، في حاله ان الاثنين فضلوا ما حسموش الموضوع، لان مجلس الاداره شايف ان ده السبب في اهتزاز مستواهم. طبعا. ان هم مشوشين، لو الاثنين ما اتحسمش الموضوع نادي الزمالك هيلجا لحارس مرمى تاني.
الجديد. اخيرا استاذ محمد نروح بقى لاخر عنوان وهو التفاصيل الانجليزيه. ما هي التفاصيل الانجليزيه؟ ده موضوع مهم جدا يخص محمد صلاح. يمكن احنا شفنا تصريحات كثيره جدا من كابتن حسام والكابتن ابراهيم حسن عن محمد صلاح وده حقهم وعملوا اكتر من مؤتمر صحفي، لكن احنا ما رحناش لوجهه نظر محمد صلاح. احنا عارفين علاقه محمد صلاح بالاعلام المصري قليله جدا، فبيبقى صعب التواصل معاه او معرفه ايه اللي بيدور في عقل صلاح. انا كان ليا تواصل مباشر مع احد الصحفيين العرب العاملين في انجلترا منذ اكثر من 15 عام وبيغطي ليفربول وكان شغال في موقع ليفربول ايكو، فهو عنده علاقات قويه جدا بمحمد صلاح وبنادي ليفربول باداره نادي ليفربول. وسالته اسئله يعني مباشره، هل محمد صلاح ما جاش عشان هو بيتهرب من المنتخب عشان هو مش مصاب؟ فقولا واحدا لا. محمد صلاح قال لي ان محمد صلاح عنده ازمه في اصابته، يمكن ده حتى السبب في البيان اللي كان نزله طبيب المنتخب ايام ما كان المنتخب في كاس الامم الافريقيه، واللي قال ان محمد صلاح بالكثير هيغيب ماتشين. قال ان محمد صلاح مش مصاب بتمزق في العضله الخلفيه زي ما الناس هنا بتقول، محمد صلاح مصاب في وتر العضله الخلفيه وعنده تجمع على الوتر ده، فده حتى الاشعه اللي اتعملت في كاس الامم الافريقيه في ابيدجان طبعا على العضله نفسها وضحت ان الشد خفيف، فعشان كده طلع البيان الرسمي اللي طلع من اتحاد الكره ان صلاح هيغيب ماتشين بس. قال لي لكن لما جه انجلترا كان التشخيص ان الاصابه معقده جدا، وقال لي ان في اصابات يعني في اصابات نتيجه مثلا كسر او اربطه فده مجرد ان التئم او ما التئمش، لكن الاصابه الاجهاديه دي ممكن ترجع في اي لحظه لو محمد صلاح ما خدش الراحه الكامله وما رجعش تدريجيا بشكل تدريجي. وده يمكن السبب في ان محمد صلاح لما رجع حتى في مباراه برينتفورد في الدوري الانجليزي اتجددت الاصابه. وعايز اقول لك ان في لوم شديد حصل من ملاك النادي ومن المدير الرياضي لطبيب نادي ليفربول وحملوه مسؤوليه تجدد اصابه محمد صلاح، لان محمد صلاح بالنسبه لهم مش لاعب، محمد صلاح ثروه استثماريه كبيره جدا لنادي ليفربول. فحصل ازمه كبيره مع طبيب نادي ليفربول، وعشان كده محمد صلاح في الفتره دي بيرجع تدريجيا. يعني حتى ما فيش اهم ليفربول من ماتش السيتي، ومع ذلك محمد صلاح ما بداش المباراه عشان الخلفيه اللي حصلت قبل كده واللوم اللي جه على الطبيب، فالطبيب ما اداش اذن ان محمد صلاح يرجع بشكل مباشر للمباراه. فسالته طب سؤال تاني، هل محمد صلاح هيكون موجود المعسكر القادم؟ قال لي قولا واحدا هيكون موجود، لكن محمد صلاح عنده مشكله. المشكله دي معسكر المعسكر مش الحالي القادم ده اللي هو بتاع ماتشين اتصالات افريقيا كاس العالم بتاع بوركينا فاسو. قال لي قولا واحدا هيكون موجود. ومحمد صلاح اكد ده للدكتور اشرف صبحي، الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه بذل مجهود كبير جدا بان احنا نتلافى ان حدوث ازمه في المعسكر الحالي. يعني قال لي ان الدكتور اشرف صبحي كان متواصل مع محمد صلاح ومحمد صلاح شرح له الحاله وهو اللي حل الموضوع بتاع المعسكر الحالي عشان ما يحصلش مشكله. لكن هل في مشكله ممكن تحصل في المعسكر القادم؟ انا بقول لحضرتك ان محمد صلاح فعلا زعلان من بعض التصريحات اللي طلعت هنا من الجهاز الفني المنتخب، ويمكن تكون حسنة النية، لكن دايما بيبقى فيه مشكله. يعني هو اختص لي تصريحين بعيد عن التصريحات القديمه اللي كلنا اتكلمنا فيها بتاعه كاس الامم الافريقيه كابتن حسام، لا في تصريحين جداد اللي هم قال لي ان التصريح الاولاني كان في مؤتمر تقديم الكابتن حسام وابراهيم حسن، قال لي ان الناس اتكلموا عليه بمنتهى الاحترام وان راجل قيمه كبيره ولازم نحافظ عليها، لكن في تصريح كان من الكابتن ابراهيم حسن قال في ان كابتن حسام او محمد صلاح مع حسام حسن هيتم تطويره وادائه بصوره جيده مع المنتخب عكس اللي بيتقدم. محمد صلاح شاف ان دي فيها اسقاط ان هو ما بيقدمش اقصى مجهود ليه مع المنتخب زي ليفربول، ودي اكتر حاجه مزعلاه من زمان حتى بعيد عن الجهاز الفني الحالي، ان دايما بيلاقي في بعض الاعلام ان انت بتلعبش مع المنتخب نفس اللي بتلعبه مع ليفربول. فالتصريح زعله لان في اسقاط على نفس النقطه. التصريح الثاني كان في المعسكر الاخير للمنتخب، ان هو حتى انا شفت تصريح امبارح للكابتن احمد حسن بيقول فيه ان حسام وابراهيم اتكلموا بشكل جيد جدا عن محمد صلاح، لكن ما كانش فيه داعي لجمله انا مش هجيب لاعب غصب عنه. لان دي زعلت، قال لي دي زعلت محمد صلاح جدا، لان هي الموضوع كان اتفاق مع الدكتور اشرف صبحي وشرح له الحاله بالظبط، وكانت المراسلات بين اتحاد الكره وبين ليفربول مش بين محمد صلاح. دي اكنها فيها معنى ان محمد صلاح ما كانش عايز يجي. يعني قال ان التصريحات كانت ماشيه بشكل جيد جدا لحد جمله انا مش هجيب لاعب غصب عنه، قال دي ما كانش لها لازمه لانها برده مزعله محمد صلاح. فاحنا كلامنا من منطق الحرص على مصلحه المنتخب ان احنا بنقول ان التصريحات دي لازم تهدى الفتره اللي جايه شويه. احنا عدينا المعسكر ده، لكن مش عايزين المعسكر الجاي يكون في اي مشكله بين حسام وبين محمد صلاح، لان دي هتبقى ضد مصلحه المنتخب. صحيح. ناخدنا الرد الكبير استاذ محمد البنهاوي، شرفتنا ونورتنا ودائما ضيف عزيز علينا. شكرا. كل الشكر ليك. شكرا. مكملين اخبارنا مع حضراتكم، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا. شكرا.
بنجدد الترحيب بحضراتكم مره ثانيه. نروح لبعض الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي. بعض الكلام تردد امبارح بعد نهايه لقاء البنك الاهلي والنادي الاهلي واللي انتهى بخساره الاهلي 4-3 ان تقنيه الفار كانت معطله. البعض حمل الكابتن محمد الحنفي السبب في الغاء ركله الجزاء اللي هي لمسه يد طبعا واضحه تماما على ايمن اشرف، ولكن قبليها كان في تسلل واضح تماما بنسبه 100% على حسين الشحات، واللي على اساسه كابتن محمد الحنفي وجه كابتن البنا ان في تسلل وبالتالي ما احتسبش ركله الجزاء. البعض بعد هذه الواقعه قال ان الفار كان معطل وان الموضوع ده تسبب في ان الاهلي يعني ما اخدش حقه وهضم حقه في ركله جزاء صحيح بنسبه 100%، ولكن الكلام ده كله مش صحيح. الفار كان شغال، كرة تسلل بنسبة 100%، وركلة الجزاء لو ما كانش فيه تسلل أو لمسة اليد لو ما كانش فيه تسلل كانت تبقى ركلة جزائية بنسبة 100%، ولكن بما إن فيه تسلل فبالتالي ما كانش النادي الأهلي ليه حق في إنه يحتسب ليه ركلة جزائية. ودي اللقطة اللي إحنا بنتكلم عليها هنا، الكرة أصلاً حسين الشحات تسلل قبل ما الكرة تيجي في إيد أيمن أشرف. بعد هذا اللقاء كان في حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولانيه ان النادي الاهلي عاقب لاعبيه ماليا، ودي سنه حسنه في النادي الاهلي ان هو بيعاقب اللعيبه ماديا لما يبقى في اي تقصير او اي نتائج مش جيده، وبالتالي بيقدر يرجع اللعيبه بالبلدي كده، بيشد اللعيبه بسرعه ان هم يرجعوا لسابق عهدهم في النتائج الجيده على مستوى النتائج الجيده وعلى مستوى الاداء. في لقطه امبارح بانت مش في الشريط الاساسي للمباراه او مش في النقل المباشر للمباراه، بس ظهرت في بعض الفيديوهات لاكرم توفيق وهو متضايق وزعلان بعد ما اتبدل بمحمد هاني وبيشوط الايه اللي هو الثلاجه الصغيره اللي فيها الايس بوكس اللي فيه الميه والعصير والحاجات دي كلها. عندي قناعه واضحه على مدار عمري كله ودايما بقولها في مثل هذه المواقف لان المواقف دي متكرره، ان انت تلاقي لعيب وهو خارج متضايق او زعلان او مقموص انه ضايق او ان هو اتغير او انه اتبدل والكلام ده كله. قناعتي واضحه ومعياري ومسطرتي واضحه في المواقف دي كلها. اي لعيب مش هيتضايق ان هو بيتغير او بيتبدل يبقى مش لعيب كوره، وتزعل منه وتزعل عليه لانه لو هو بيتغير زي ما بيتغيرش، بيتبدل زي ما بيتبدلش، اساسي زي احتياطي، بيلعب زي ما بيلعبش، يبقى ده مش لعيب كوره، او لعيب كوره بيقضيها ايه حلواني كده وموظف، يعني ايه بياكل عيش بس كده وخلاص ومش عايز يبقى حاجه. الفكره كلها انت بتعبر عن ضيقك ده ازاي؟ الفكره كلها انت بتعبر عن ضيقك وامتعاضك وزعلك ده ازاي؟ لو عبرت عنه بالشكل اللي عمله اكرم توفيق تبقى غلطان قولا واحدا من غير زواق للكلام وبدون تزويق. هتطلع تروح شايط الايس بوكس، تعمل حاجه، تشوح، طبعا بقى بتدرج الافعال السيئه او ردود الافعال السلبيه، فانت غلطان، انت في خانه ايه؟ انت الفعل او النيه والمحفز ليك سليم بس عبرت عنه بشكل سلبي. اما لو انت طلعت عبرت عن ضيقك ده بجز في الملعب ان انت الماتش اللي بعديه تبقى احسن، بجز في الملعب ان انت الماتش اللي بعديه او التدريبه اللي بعديها التمرين اللي بعديها هتبقى بتاكل النجيله عشان تثبت للمدير الفني ان هو غلطان، فالماتش اللي جاي لاعبك اساسي وما يخرجكش، فانت كده عبرت عن ضيقك وزعلك بشكل حميد. لو انت طالع كنت زعلان ومخنوق وقرفان ووشك مقموص ومقفول بس يعني لم تتطاول في حق المدير الفني او في حق اللعيبه زمايلك او برضه مقبول، زعلان وليك حق تزعل، ما انت بني ادم ومتضايق ان انت طالع. عشان كده وبما انه اللي عمله اكرم توفيق هو تصرف ورد فعل سلبي ومش صح وغلط، هيتم تغريمه من قبل الكابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي الاهلي عشان يكون شكل من اشكال التقييم لواحد من اللعيبه المميزه جدا واللي ما بتسمعش ليهم كتير ولا عمرك سمعت عن اي تصرف ليهم خارج عن السياق زي اكرم توفيق. من الجزئيه دي هنبقى في النادي الاهلي عشان نقول خبر مهم جدا، وهو انه بدر بنون بيتصدر قائمه الترشيحات عشان يكون واحد من داعمي خط دفاع الاهلي في الفتره اللي جايه في الموسم اللي جاي تحديدا. القصة جت ازاي؟ جت لثلاث اسباب. السبب الاول
ان مارسيل كولر شايف ان خط الدفاع واحد من اهم المراكز والخطوط اللي محتاجه تدعيم، وهو مش راضي عن اداء خط الدفاع واللعيبه اللي بتلعب في خط الدفاع الفتره الاخيره. الحاجه الثانيه انشغال محمد عبد المنعم بان هو عايز يحترف، فلازم يبقى عندك بديل على نفس قدر الكفاءه او على الاقل مقارب منها. الحاجه الثالثه والسبب اللي خلى الاختيار يقع او انه بدر بنون يظهر مره اخرى في قائمه الترشيحات بل ويتصدر قائمه الترشيحات انه يرجع تاني النادي الاهلي، انه ليه خبره سابقه داخل جدران القلعه الحمراء وليه تجربه في منتهى الايجابيه وشديده التميز مع النادي الاهلي. فده اللي خلى مسؤولي الاهلي يفكروا فيه، طب هو ليه ما واي نوت يعني ما يرجعش ليه؟ لعيب طول ما هو كان موجود معايا فنيا كان على اعلى مستوى، اخلاقيا واحتراما وانضباطا على اعلى مستوى، مشي من الباب الكبير، وفي نفس الوقت انا محتاج تدعيم لخط الدفاع، وفي نفس الوقت انا محتاج ان اللي يجي ده يكون تستد، يعني يكون حد عنده خبره بالملاعب الافريقيه بالدوريات بالشكل بالدنيا، ما بالك بقى لو انا جبت واحد عنده خبره بالنادي عندي اصلا وتجربته كانت ايجابيه وناجحه. وده السبب وده النقطه او المعطيات اللي خلت بدر بنون متصدر قائمه الترشيحات انه يدعم قائمه وخط دفاع النادي الاهلي في الفتره اللي جايه وتحديدا في الموسم الجديد، خاصه مع عدم اقتناع مارسيل كولر من وجهه النظر الفنيه بمحمود متولي من ناحيه اداؤه ومستواه ومن ناحيه كثره اصاباته. النهارده كان في مكالمه ما بين مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي وكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر. كل ما اثير عن ان هذه المكالمه تطرقت الى رحله تنزانيا وحلت المشكله، هي ما حلتش المشكله. هو الموضوع كان مدردشه، استطلاع الاراء، مناقشه الموضوع. طبعا احنا عارفين ان المنتخب هيلعب دوره وديه كانت المفروض في الامارات، دلوقتي هتبقى في القاهره بمشاركه اربع منتخبات، مصر، تونس، كرواتيا، نيوزيلندا، في الفتره من 22 ل 26. منتخب مصر يلعب الماتش الاول مع نيوزيلندا، وتونس هتلعب كرواتيا، الكسبان هيلعب الكسبان في الفاينل 26 والخسران هيلعب الخسران في مباراه تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 25. والاهلي بعد ما سيمبا اعلن بعد ما اجريت قرعه دور ربع النهائي دوري ابطال افريقيا، الاهلي هيلعب سيمبا ماتش الذهاب 29. فمنطقي وطبيعي الاهلي لو منتخب مصر وصل لنهائي الدوره دي هيلعب 26، وما شاء الله الاهلي عنده 10 لعيبه في المنتخب، فمنين هيلعب 26؟ 10 لعيبه هيلعبوا يوم 26 او جزء منهم يعني كبير، وبعد كده يسافر 27 وهيلعب تاني 29. فمنطقي نادي الاهلي مش هيوافق على ده اكيد. ومن الناحيه الثانيه منتخب مصر كابتن حسام حسن اول معسكر ليه عايز كل اللعيبه تبقى موجوده معاه، وما بالك بقى لعيبه الاهلي اللي هم بيشكلوا القوام الرئيسي والاهم والاكبر للمنتخب لانه واخد 10 لعيبه. فبالتالي الموضوع بالنسبه له ما هواش رفاهيه، فاحنا داخلين على ازمه. فكانت المكالمه النهارده دي مكالمه وديه استطلاعا للاراء، لكن تم حسم القضيه او الموضوع بعد استطلاع هذه الاراء؟ لا. وده ياخدنا لقصه تانية، ان احنا تواصلنا بشكل رسمي، واللي انا بقوله لحضراتكم دي ده اللي انا بقوله لحضراتكم ده ردود رسميه، ردود رسميه من مسؤولي اتحاد مصر لكره القدم وتحديدا المسؤولين عن منتخب مصر الاول. يا جماعه اتفقتوا مع النادي الاهلي على ان انتوا هتسيبوا اللعيبه من المعسكر اللي جاي قبل 26 عشان يلعبوا مع النادي الاهلي ماتش سيمبا؟ قال لك لا. قال لك قولا واحدا لا حتى الان. الحاجه الثانيه، طب اتفقتوا يا جماعه انه ماتش 26 ده مش هتلعبوا لعيبه الاهلي او حتى هتلعبوهم عدد دقائق قليله عشان يبقوا مرتاحين قبل ماتش سيمبا؟ قال لك قولا واحدا لا، الموضوع مترك تماما لكابتن حسام حسن، ده كله حتى الان. فانت داخل على قصه ممكن بشكل كبير تعمل مشكله. اون سايد نوت بقى، يعني على جانب اخر، ومعلش تستحملوها مني يا جماعه، انا شايف ان منتخب مصر محتاج متحدث اعلامي ومتحدث رسمي يطلع يتكلم نيابة عنه. كل التقدير والاحترام لنجوم نجوم مصر وافريقيا والعرب كابتن حسام وكابتن ابراهيم، انا قناعتي الشخصيه ورايي ان منتخب مصر محتاج متحدث اعلامي رسمي يطلع يتكلم ويصرح عن كل ما يدور داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، عشان الجهاز يشتغل تماما بعيد عن اي مشحنات وتلسنات واخبار واراء
ممكن تبدو للناس في غير محلها. يعني كابتن حسام وكابتن ابراهيم قدرهم كبير جدا، ولكن كابتن حسام وكابتن ابراهيم، ودي نصيحه محب، بيتكلموا بطبيعتهم، بيتكلموا كده باللي جواهم طول الوقت، وده مش في جميع الاحيان يبقى مظبوط، خاصه في المنصب الحساس ده. في بعض الاوقات جمله، حرف، معنى ياخد الدنيا من يمين لشمال، وده السبب اللي بيخليني بقول ان منتخب مصر محتاج متحدث اعلامي رسمي يتحدث عن كل ما يخص منتخب مصر. اخر اخبارنا رمضان صبحي. قلنا لحضراتكم من فتره ان رمضان صبحي قريب جدا من نادي الزمالك، وده حقيقي، وحتى هذه اللحظه هناك اصرار كبير من مسؤولي نادي الزمالك على استقدام رمضان صبحي الموسم القادم. اتنين لعيبه مهمين جدا الزمالك حاططهم على اجندته، رمضان صبحي ومصطفى فتحي، تمام؟ وحتى هذه اللحظه رغبه نادي الزمالك بتزداد في استقدام رمضان صبحي. رمضان صبحي استقبل رغبه مسؤولي الزمالك بمنتهى التقدير، لان اللي هو شافه منهم شكل محترم جدا في تقديره واحترامه على المستوى المادي والادبي. اللي جد في الموضوع ايه؟ بس هو كان ساعتها رده ان هو عايز يسيب مهله لغايه نهايه السنه اللي احنا فيها عشان يفكر بشكل افضل وشكل ادق، خاصه ان كده كده مش هتحصل حاجه كانت في انتقالات يناير. اللي جد دلوقتي ان نادي بيراميدز بيحاول يقطع الطريق على الزمالك وغير الزمالك بتجديد عقد رمضان صبحي اللي ينتهي الموسم اللي جاي، نهايه الموسم اللي جاي. رمضان لسه ما خدش قرار. بيراميدز نازل بتقله عشان يجدد رمضان صبحي مع وجود بند في العقد الجديد بيغروا بيه رمضان صبحي انه هيسمحوا له بالاحتراف الخارجي، دي الرغبه الاولى عند رمضان انه يحترف خارجيا. فهم هيسمحوا له بده، بل هيساعدوه كمان في ده ان هم يسوقوه خارجيا، ولما يجي له عرض احتراف خارجي يساعدوه على ده وما يوقفوش في قدام مصلحته وقدام رغبته، بل يحطوا ده كمان ببند قانوني في العقد الجديد اللي هم عايزين يعملوه. لسه رمضان صبحي هياخد قراره مع نهايه هذا الموسم، سواء بالاحتراف الخارجي او البقاء في بيراميدز او الانتقال لنادي الزمالك. نطلع لدورينا مع الزميل العزيز حاتم فتح الله، منها الى فاصل، ثم نستقبل نجومنا ومحللين المميزين احمد عيدي ومحمد خليفه. خليكم معنا. اربع مدربين من سويسرا عملوا في الدوري المصري غير مارسيل كولر. عندك مارسيل كولر، تمام، و بقول لك غير مارسيل كولر. لا، ما هو بقول لك في الدوري مارسيل كولر ماشي، تمام. مارسيل كولر وريني فايلر، تمام، صح، تمام، وتقريبا لا لاسارتي. لاسارتي لا، لاسارتي ما كانش سويسري، صعبه شويه. اه لا، كولر محسوب ولا ماشي؟ كولر ماشي، كولر وفايلر و لا، صعب شويه السؤال. فكر لسه فطران بقى لسه. جوبس، فايلر وكولر بقى. كولر بقى ماشي، الدنيا ماشي الدنيا. فايلر، باتشيكو. باتشيكو لا، فايلر. فايلر وجروس ناقص واحد، وكولر اول واحد. فايلر مدرب نادي الاهلي، جروس الزمالك، مدرب درب مصري اسمه الان جيجر، و الاتحاد السكندري كان كاستال. اكيد اكيد. كولر ومين تاني؟ كولر ومين تاني بقى؟ قول مين بقى تاني؟ سويسريين و لا، احنا عايزين نغير السؤال ده. نغير السؤال ده؟ اه السؤال ده صعب. قول لي ثمن كباتن في النادي الاهلي رفعوا دوري ابطال. يلا سهل قوي اهو بقى. حسام غالي و سيبه لوحده، سيبه. اه وائل جمعه وحسام غالي وشادي محمد ورامي ربيعه، تمام. مين تاني؟ انا جبت اربعه، اديني نص التيشيرت. تيشيرت بس. حسام غالي وحسام عاشور وعماد متعب. ما تسيبه هو يجاوب. طب طب ما تجاوب انت صح. محمد الشناوي، رامي ربيعه، وائل جمعه، حسام حسن، الخطيب، كده سته. وائل جمعه، كابتن محمود الخطيب، حسام غالي، حسام حسام عاشور، مصطفى يونس تاني، وليد صلاح الدين، حسام غالي. سيبوه اه.
حسام غالي، وائل جمعه، الشناوي. يبقى كده كام؟ كده ست، ناقص كابتن محمود الخطيب. بس عدينا 11 بطوله اهو. شكرا جزيلا، وبقول لك رمضان كريم، وانت كسبت معانا تيشرت منتخب مصر، وبرافو عليك فعلا، انت شاطر ومجتهد. شكرا، مبروك ليك. شكرا، الله يبارك فيك. أصدقائنا المحترمين المميزين أحمد عادي ومحمد خليفة، منورين الدنيا. بنورك يا إيه؟ الحمد لله كله تمام. كل سنة طيب. شاف وشه منور إزاي راجع من السعودية، وشه منور وحالة. قال لك امسكوا الخشب، امسكوا الخشب عشان امسكوا الخشب وزيزو الطار بعد. الله يخليك الحمد، ربنا يشفيه ويعافيه. الحمد لله على السلامة أبو حميد. الله يسلمك، ربنا يخليك. أخباركم إيه؟ كله تمام؟ كل سنة طيبين وبخير. بدايتنا مع الزمالك والجونة، وبعدين نخش على الأهلي والبنك الاهلي. وامبارح يعني ايه ما فهم، قال لك ايه لا تعني ولا عايرك. لا متعني وطايلك. نبتدي بالزمالك والجونه. خليفه، بتشوف انه جوميز يبتدي يقيم دلوقتي ولا لسه برضه تستنى عليه شويه؟ لسه مليون الميه لسه. اظهر حاجات جيده، بس لسه في حاجات بتحس ان هي تكمله. في الزمالك اللي عمل في يناير ممكن نحط له عنوان عمل غير مكتمل. الزمالك عمل حاجات كتير كويسه، بس هي كان عمل غير مكتمل. المدير الفني اتاخر، فده عمل غير مكتمل، فبيكمل حاجه المدير الفني. تدعيمات الفريق كانت عمل غير مكتمل، في نقص في مركز المهاجم وتدعيم خط الهجوم تحديدا، والتدعيم خط الدفاع عشان يدي اوبشن اكتر. يعني الزمالك عدد المدافعين المتاحين محدود، فاي تغيير في تركيبه الدفاع ادى للشكل اللي كان ظاهر في لقاء الجول. تعال نشوف، نخش في الموضوع على طول. فكر جوزيه جوميز اللي هو جاي بيه قبل ما يجي الزمالك، عشان نشوف ده كان عامل ازاي في لقاء الجونه، وعشان نشوف ان ده محتاج وقت اكتر، وهو محتاج يصلح شويه حاجات. ده جوزيه جوميز قبل ما يجي الزمالك، ده فيديو مشهور في موقع من بتاع المدربين بيشرح، بيتكلم على ايه؟ بيتكلم ان الانسايدز عنده تطلب الكوره ورا المدافعين. جميل، كل الانسايدز لازم تطلب الكوره المدافعين، بس هو طالب منهم ايه بقى؟ ما يفتحوش، ما يلعبوش وايد، ما يفتحوش الملعب، خشوا لجوه. عشان كده بص، هتيجي الكاميرا بعد كده هو بيشرح لهم، انت لو انت ما تفتحش وايد لانها هتسهل على المدافع، لازم تخش لجوه الملعب وتطلب الكوره في عمق الملعب. علشان كده هو بيستخدم ناصر ماهر. ايوه، وشلبي ما لعبش معاه ماتشات كتير، واوقات كتيره كانت شكل الزمالك هيبقى، شوف دي، ده الكلام اللي بيتكلموا للانسايدز بتوعه، خش جوه الملعب عشان يبقوا مهاجمين اضافيين مع المهاجم. هو مش عايز يبقى بيلعب بعدد من المهاجم، وعايز يصعبها على المدافعين. ممكن نكتفي بده من الفيديو، وضحت الفكره. ده قبل ما يجي الزمالك الراجل بيعتمد على ده، فاوتوماتيك مين اللي هيفتح الملعب؟ ابراهيم، الباكين بتوع الاطراف. تمام، تعال نشوف شكل الزمالك قدام الجونه. التمركزات كانت عامله ازاي، وده سبب مشكله ازاي. يعني ده كده معناها ان هو واحد من المدربين اللي بيفضل دايما انه يهاجم العمق، من عمق الملعب. وبيفضل، لا عادي ممكن بالاطراف، بس يفضل باكات الاطراف هي اللي تستخدم تفتح الملعب اطرافه، هو الباك الطرف مش الانسايد، هو مش عايز الانسايد بتاعه. بس كده هتبقى مهمه المراقبه على الباك سهله، لان هيبقى عنده جناح والباك العكسي، وممكن ينضرب من وراه. ما هو الراجل هيطلع يهاجم، ومفيش جبهه يعني تعال نشوف ده الشكل الزمالك، تمركز الزمالك في الشوط الاول في الجونه. بدايه اللقاء من الصوره دي يا ابراهيم، في زحمه هي في العمق. ده على فكره ده مش تشكيل احنا حاطينه، ده اللي اترصد في الملعب، وقفه اللعيبه. ده كانت بدايه اللقاء. عمر جابر مش محمي، خلي بالك عمر جابر هيفضل طول اللقاء مش محمي. شيكابالا كتير لجوه، ناصر لجوه، احمد حمدي. الصوره الثانيه اللي هو التطور اثناء الشوط، بدا احمد حمدي مستخبي ورا ناصر ماهر، لان هم الاثنين بيلعبوا في مناطق قريبه من بعض، بس احمد حمدي كان هو الموكل اليه انه يكمل مع سامسون، وعمر جابر لوحده وفتوح لوحده. ده كان شكل الزمالك. طب هل تكتيك جوزيه جوميز ان هو يستهدف ده سيء على الاطلاق؟ لا مش سيء، كان بيثبت احيانا ان هو بينتج خطوره. اي حاجه في الدنيا ممكن تنتج خطوره، بس يركز بتنتج خطوره عليه. فكر جوزيه جوميز كان ممكن يثبت، يعني يجيب للزمالك اهداف عادي جدا. الفكره اهو، شيكابالا بيستلم في ملاعب، في مناطق وسط الملعب، والمسانده بتيجي، نصر بيلعب حر، ورؤى بيكمل. هنا الكره اللي احمد حمدي كان مستهدف انه يكمل ورا سامسون، اللي هو لعيب 10 اللي بيكمل وبيبقى جاي، ومش لازم تهاجم من الاطراف. هنا نفس الفكره، هنا بص احمد حمدي فين، هنا سوء لمسه من احمد حمدي.
كمل الفكره ان احمد حمدي موكل اللي يكمل مع سامسون وكده. هنا احد الكرات اللي ممكن لو احمد حمدي وكان الزمالك متقدم لو استلم بشكل مظبوط كان ممكن يروح يجيب جون او يعمل خطوره. هي ده الفكره اللي كان جوزيكو ميز عايز يعمله. هو ما بيلعبش انسايد فاتحين الملعب بشكل كبير، لا الراجل مستهدف المساحه. طب جون الزمالك الاول جه ازاي؟ جه من الحاجه اللي كانت ناقصه الزمالك، ان ساعه ما بيفقد الكره بياخدها بسرعه. يعني هنا هو الكاونتر بريسنج الزمالك للاسف في احيان كتير ما كانش بيعمله. هنا لو تاخد بالك بس هو معلش نرجع يا جماعه بعد اذنكم لحظه واحده، ده بدايه الهدف ماشي نوقف براحتك معلش هستاذنكم بس نرجع كام فريم كده لورا. كمان 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 بص تحت في الشاشه خالص على اليمين كمان يا جماعه كمان بعد اذنكم عبد الله كمان السعيد. لا تحت 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 الراجل المساعد بتاعه بس نقف يا جماعه بعد اذنكم نقف ونكمل. بص كمل 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 بس بالبطيء بيفتح روم وايد. هنا ايه بقى؟ ما دي الباكات عمر وفتوح هم دول المستهدفين بان يفتحوا الملعب. مش لعيبه مش اللي في النص اللي في النص هم كلهم حمدي وناصر وشيكابالا فين؟ ايوه الثلاثة فين؟ في قلب الملعب في قلب الملعب. هو عايز عشان كده كان بيتضرب من الباكات برضه. يعني هو كان بيتضرب من اطراف الملعب بالظبط. هدف الزمالك بقى جه ازاي؟ اهو ان شيكابالا ضغط عكسي خد الكره هنا واستفاد الزمالك من الناصر قريب من شيكابالا والجون اتعمل واللي بيكمل هنا احمد فتوح. فدي كانت فكره الزمالك كان ينقصها الشراسه في الضغط. مفيش فريق مش شرس في الضغط يا ابراهيم طالما انا هاجم بعدات كبيره وباكات اطرافي طايره وانا عايز اسيطر على الكوره لازم اضغط. كلوب كان دايما بيتكلم ان الاستحواذ على الكوره بسرعه ده احسن صانع لعب. الزمالك بيفتقد صانع اللعب ده. لو انا هلعب كره استحواذ وانا اللي عايز امسك الملعب يبقى انا لازم ضغط شرس سواء افقد الكوره او اعرف اضغط عالي. الطريقه دي ممكن تعمل مشاكل ليه كتير في الحته الدفاعيه في ظهر الباكات. اي فرقه هتلعب في ظهر الباك هتوصل هتروح من لو عايزنا نروح للفقره اللي بعدها كره الكره الطويله نروح على طول. قبل ما نروح للجزئيه دي نروح بقى للبنك الاهلي والاهلي. هل بتشوف ان الاهلي في الماتش ده كان سيء ولا البنك الاهلي هو اللي كان متعملق وقدم ماتش كبير؟ لا الاهلي كان سيء جدا طبعا. الاهلي كان سيء جدا رقم واحد كولر ادار الماتش بشكل سيء جدا وبعد كده اللعيبه كمان خذلته جدا في ارض الملعب. يعني هو الموضوع كان ما بين الاثنين. كولر اولا اختار تشكيله ولعيبه في ارض الملعب يعني مش مركزهم. عمر كمال انا في نقطه مهمه جدا دلوقتي الاهلي عنده اصابتين في خط الدفاع مؤثرين جدا. عمر كمال مش مقيد في افريقيا وانا عندي ماتش سيمبا في اخر الشهر فطبيعي لو انا عايز اجهز مدافع يبقى اشوف لعيب بيلعب في القائمه الافريقيه. صحيح عمر كمال مش مقيد. ازاي انا كمدرب وانا المفروض انا عايز اجهز لعيب مش في مركزه يلعب في المركز ده يبقى اشوف مثلا محمد هاني خالد عبد الفتاح يلعبوا في الحته دي لكن عمر كمال مش هيلعب معاك في افريقيا بتلعبه ليه؟ دي برضو نقطه انا مش قادر افهمها. الطبيعي ان انا اجهز لعيب يكون مقيد معايا في افريقيا. صحيح وبعدين عمر كمال لعب الراجل عمره ما لعبها قبل كده. يعني انت اللي شايف ماتش البلديه ماتش البلديه الدنيا كانت سامحه وانت كنت يعني فارق. عمر لعب في كل مراكز الملعب في المساك بالظبط سبحان الله. طب انت شفت كيف عمر كمال عشان يلعب مساك هل هو عشان طويل؟ طب انت عندك هاني لعبها قبل كده كذا مره وانت نفسك لعبت خالد في ماتش الزمالك السنه اللي فاتت بتاع الدور الاول ماتش 3-0 لعبته مدافع وكان عندك الاثنين على الدكه ليه كنت سايب عمر كمال؟ انا مش قادر افهم. وعمر كمال طبعا في الجون الاول وعلى مدار الماتش ارتكب اخطاء كتيره جدا سواء في الخروج بالكور او حتى في التمركز بتاعه كان سيء جدا. احنا قبل بس نتكلم على عمر كمال لازم اقول ان الراجل معذور ده مش مركزه. بص هنا عمر كمال الكره معديه من جنبه سابها ده الجون الاول بتاع الاهلي بس معلش لو نرجع لها تاني من الاول خالص لان الغلطه بتاعت عمر في الخروج بالكوره. بص هنا عمر هنا لوحده هنا ميس باس طيب اخذها على طول محمد فتحي وبيلعب الكره لقدام عمر دلوقتي. هو بص هو كل ده بص على الكوره ايوه هو وهيطلع بعد كده محمد هلال اعتقد هو اللي هياخد الكوره في ظهره. هنا اتحرك يا انور هو سايبها هو تقريبا قال لك مفيش حد في ظهري فسابها مع ان هو لو حط رجله هيقطعها وتسجل الهدف الاول. فهنا غلطه عمر كمال لكن برده لا يلام في القصه دي لان ده مش مركزه. أيوه. دي برضو حاجة مهمة جدا. في كمان حالات بعديها كتير في حالة برضو بعديها بنتكلم على تمركز اللعيبة. اللعيبة اللي بيتحرك من مكانه وياخد معاه مدافع المدافع التاني ما بقاش شايف المساحة اللي موجودة ودي حتى ممكن تبان في الكرة دي. يعني بص دلوقتي هنا طلع رامي ربيعة معايا أنور لعب الكورة بص كريم بامبو وقف فين؟ راح وقف في المكان اللي طلع منه رامي ربيعة. ايوه واقف هنا ما بين اكرم وبين عمر كله عينه على الكورة بص ومش شايف المكان ده اهو هو خلاص لوحده هياخد بين قلب الدفاع وبين الباك وهيروح انفراد لولا ان هو حطها جنب ايد مصطفى. ايوه فاحنا بنتكلم ان حتى اللعيبة الكورة دي لو كريم بامبو وقفها جول اللعيب خرج من مكانه اللعيب وبصراحة كابتن طارق مصطفى عمل جيم هايل جدا جدا تكتيكيا. الراجل في الدقيقة 37 عمل ثلاث تغييرات لما حس ان في مشكلة. هنا بص الكورة دي يعني
ياو انور كان عامل مشكله كبيره جدا في ظهر علي معلول. ايوه بس الهجمه دي الهجمه اللي قبل الجون الثاني اللي سجله البنك الاهلي. بص هنا ناحيه اليمين عند الاهلي اللي انا بتكلم فيها بقالي ثلاث حلقات معاك ان الجبهه دي دايما فاضيه. بص الكره هنا دي نسخه طبق الاصل للجون الثاني اللي استقبله الاهلي جون محمد هلال. هنا الكره ناحيه اليمين عند الاهلي محمد هلال، هنا اسحاق ويعقوب وهم بيحاولوا يخترقوا الحته دي. أي. واحد اثنين مفيش ضغط لعيبه الاهلي، ودي المشكله اللي انا يعني بقالنا كتير بنتكلم فيها يا جماعه. الضغط بتاع لعيبه الاهلي سيء جدا، هنا الكره اتلعبت في ظهرهم على طول، كانت ممكن تبقى هدف لو عدت. أي. نفس بقى الجون هنا ايمن اشرف. بص كام لاعب من الاهلي عندك هنا، رضا سليم اللي رجع هنا مع اكرم توفيق مع رامي. بص محمد هلال بيعمل دوت باص، هو هنا اكرم توفيق داخل لجوه قوي زياده، صح جدا زياده عن اللزوم، صح. هنا اثنين لعيبه بيعملوا 1 2 وسط اربع لعيبه جون نفس الكره اللي قبلتها دي 61. نفس الحاله اللعيبه كله بيحل، ما حدش بيضغط. وهنا بنيجي للقصه بتاع الفرق ما بين الاهلي مع كولر السنه اللي فاتت في وجود ديانج وحمدي فتحي، فرقه شرسه جدا في الضغط، فرقه بتستخلص الكره بسرعه جدا، فرقه بتضغط من قدام، لفرقه انا بستقبل اللعب لان انا الاثنين التمانيات بتوعي لعيب الكوره مش بيقطعوا الكوره. زائد ان اكرم توفيق في اسوء حالاته وهو من بعد الرباط الصليبي الثاني وهو لسه ما جابش فورمه، فالراجل يعني كل شويه يلاقي واحد لواحد ومر عليه كريم بامبو، مر عليه محمد هلال، مر عليه انور، هو مش قادر. وكمان اللعيب الثمانيه اللي معاه مش بيساعده، وكريم فؤاد من الدقيقه 60 هو ورضا سليم بنزلهم خلص، محدش بقى بيرجع. فانت دلوقتي الشوط الثاني اتعمل كميه هجمات على الطرف في ظهر معلول وظهر اكرم توفيق، لان الثمانيات ما بترجعش تدافع لان اصلا قفشه وامام مش اقوياء دفاعيا، زائد ان الوينجين بتوعك تعبوا خلاص فمش قادرين يرجعوا. فكان لازم هنا بقى كولر يتدخل عشان يعالج العيوب اللي عنده، لكن للاسف كولر عنده عيب ان هو بيسرح في الماتش وتغييراته نمطيه جدا. انا دلوقتي هسحب مثلا كريم فؤاد هنزل طاهر، هسحب رضا انزل حسين، هسحب فلان انزل عيب في نفس مركزه. مفيش مثلا، طبعا عندي مشكله اكرم بقاله فتره او بقاله حبه عنده مشكله في الحته دي، وعمر كمال راجل مش موفق، طب انا انزل محمد هاني يلعب وقلب دفاع. دي الحته اللي عملها بقى طارق مصطفى، كان اللي هو يعني ايه كابتن طارق مصطفى، الثلاث تغييرات اللي عملهم سحب محمد جدا عبد جدا دي 37 سحب محمد عبد الغني وسحب محمد فتحي ونزل قلب الخطه من ثلاثة قلبها لاربعه. الراجل شاف ان عنده مشكله في خط الدفاع وفي الباك اليمين، نزل الراجل الفلسطيني مش فاكر اسمه ايه، قفل الحته دي نوعا ما شويه. طيب لما سجل هدف التعادل نزل سيرجي اك عشان يبقى في نص الملعب، لما احتاج مثلا ان هو بعد كده يزود الضغط نزل جريندو. هو مقسم الماتش، كل ما اعمل حاجه عايز اتعادل بنزل لعيب، طب انا مثلا اتقدمت او وصلت اللي انا عايزه ارجع تاني ايه اقفل الدنيا. نزول اسامه فيصل برده فرق جدا جدا مع البنك في العمق الهجومي ومع السرعات اللي موجوده، فعلا فرقه البنك قدرت تشتغل كويس جدا في مساحات الظهر خط الاهلي. طيب قبل ما نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا على الاهلي والزمالك، عايز اخد رايكم سريعا في اختيارات الكابتن حسام حسن. هل بتشوف ان هي اختيارات منصفه موضوعيه ولا مساحات الاختلاف فيها كثيره وكبيره خليفه؟ لا في مساحات اختلاف، اعتقد يعني ان في لعيبه انضمت ولو طبق عليها الكابتن حسام المعايير اللي هو بيتكلم عنها لا كان في حاجات علامات استفهام كتير، وفي لعيبه تانية اعتقد كانت مستواها مؤخرا يسمح لها انها تروح المنتخب. اعتقد حسام عبد المجيد بالمستوى اللي مقدمه مع جوزيه جوميز ومع سنه، لو مش موضوع المنتخب الاولمبي يعني لو هو مش كابتن حسام سابه بمزاجه المنتخب الاولمبي، اعتقد ان حسام عبد المجيد يستحق يروح. اعتقد حسام اشرف في بلديه المحله يستحق يروح. انا حسام اشرف برضو بالنسبه لي من اللعيبه اللي علامات استفهام لسبب، لان هداف الدوري جاب 10 اهداف وبيلعب في البلديه، مع كل احترام والتقدير للبلديه طبعا يعني، بس بيلعب في الاهلي والزمالك، اهدافه متنوعه مش يعني بيلعب بدماغه. وبعدين في نقطه كمان بقى، وفي نقطه مهمه جدا عادي برضو خليفه، ان كابتن حسام تحديدا هو اكتر واحد يحس بالقصه دي. انت فرود يعني، انت فرود مصر وافريقيا، فالفيرو دي عمل اكتر من كده يعني. محمد شريف عليه محمد شريف مخترع، وبتكلم مثلا في اختيار لعيب زي محمد الشامي، كل الاحترام لمحمد الشامي بس مثلا مش لعيب صغير، فهنقول ايه ان بعد سنه ولا اتنين هيتطور. محمد الشامي مر بتجارب كتير جدا وبقى له فتره طويله، فهو حاليا ده اعلى مستوى ليه، فلو هو اعلى مستوى ليه مش مقنع قوي فهو هيروح فين تاني يعني، مفيش مساحه تانيه للتطور. أيوه. يعني هو محمد شامي لعيب بقاله في الدوري المصري مثلا بقاله 8 9 سنين. فالمستوى اللي وصل ليه مستوى كويس. أيوه. ولكن مش المستوى اللي يخليك اقنع. لو هو لعيب صغير كنت اقول لك خلاص عنده كذا كذا. اكرم توفيق برده من الناس اللي عليه علامه استفهام. اعتقد يعني بقاله فتره كتيره ومش راجع وما بيلعبش، مش ما بيلعبش اساسي، ده بياخد دقائق قليله جدا في الاهلي. فما ينطبقش عليه المعايير اللي كابتن حسام حسن بيتكلم عنها بالنسبه للراجعين من الاصابه. احمد فتوح ممكن ما جابش لسه الفورمه العاليه بتاعته، ولكن ما زال احمد فتوح في ظل مستواه اللي هو كده لا يستحق يروح المنتخب. لو مش رقم اثنين في الظهير الايسر فهيبقى رقم ثلاثه، هو واخد ثلاثه ظهير ايسر، فاعتقد احمد فتوح لازم يكون من الناس اللي موجوده في منتخب مصر. ممكن نستنى ونشوف
كذا، ولكن في علامات برضو في ما في حاجات يعني احمد فتوح راجع من الاصابه. طب ما اكرم توفيق راجع من الاصابه يعني ما هي المعيار كان ايه؟ انا ما قدرتش افهم المعيار صراحه في حسام اشرف على حساب محمد الشامي، في حسام عبد المجيد غيابه، في احمد فتوح. كل التوفيق لكابتن حسام حسن مع كل الاختيارات، بس كان ناس بتتابع الدوري المصري اكيد كان عندنا علامات استفهام. هو بقى كابتن حسام يجاوب عنها في الماتشات يعني عادي. انا ما عنديش مشكله خالص في الاختيارات، بس يبقى عندي فكره في ان انا ايه تقول الكلام عندك مسطره امشي معاك عليها. طيب دلوقتي الجوله 16 ما كانتش لسه خلصت، ليه اعلنت عن القائمه قبل ما الجوله تخلص؟ نقطه حلوه جدا. بيراميدز لسه ما كانش لعب ماتشه، الاهلي صح. الزمالك يعني مثلا ابراهيم عادل جاب جولين في اخر ماتش في نفس اليوم. ابراهيم عادل ده لعيب للمستقبل. انا عارف ان هو راجل هيجود مع المنتخب الاولمبي، بس برضو احنا بنتكلم ان انت لعيب زي ده انت حاطط عينك عليه المفروض تاخده معاك. طيب انت عندك لسه ماتشات ثانيه ما اتلعبتش، المفروض استنى لحد ما الجوله تخلص كلها واعلن عن القائمه. لما اتسال في المؤتمر الصحفي انت ليه ما خدتش عمر كمال وليه ما خدتش النني عشان ما بيلعبوش، كوكا ما بيلعبش، قفشه ما بيلعبش، اكرم ما بيلعبش، فاحنا عايزين مسطره عشان نقدر ايه والله كده تمام خلاص ما عنديش مشكله خالص. في لعيبه في خط الدفاع زي كالوشا مثلا صح. زي اسامه جلال، اللعيبه دي تستحق انها تروح. باي ذا واي على فكره ام بي خامس اقوى خط دفاع في الدوري بالظبط، وكالوشا عمل اداء كويس جدا. نص الملعب لعيب زي عمر الساعي، ناصر ماهر نفسه الدقايق اللي قدمها مع الزمالك تخليه يدخل، اللي هو الراجل عايز لعيب رقم 10 واخد قفشه عشان هو يلعب مثلا 4-2-3-1، يبقى عندي ناصر مع قفشه في الحته دي، لعيب زي عمر الساعي اللي اتكلمنا عنه قبل كده. حتى لعيبه الوينجات انت دلوقتي مرموش وتريزيجيه خلاص الاثنين دول حاجزين شمال الملعب، عندك الناحيه الثانيه انت مثلا هتلعب بحسين ومصطفى فتحي مثلا ناحيه اليمين. طيب انا دلوقتي خدت مصطفى، المهاجم على طول اللي بعد مصطفى لازم يبقى حسام اشرف، لعيب هيدر بيلعب بيمينه بشماله، الاهداف اللي مسجلها كلها تبين التنوع اللي عنده حسام. انا اجيب محمد شريف اللي هو برده مش في احسن حالاته، فانا محتاج افهم المعيار اللي بيتم على اساسه اختيارات اللعيبه. صحيح، نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم، خليكم معانا. سامسون بما تفسر؟ نروح لسامسون على طول ولا لا نروح لسامسون على طول؟ يعني بما ان احنا كنا بندردش على سامسون قبل ما نطلع انا في الفصل. سامسون عمل اربع محاولات على المرمى. اه سامسون عنده مشكله، هو انا مشفق عليك والله. هو, يعني. هو الراجل طوله ما يسمحلوش يكون مهاجم. انا في الحالات العاديه باخد 5 جنيه بس. طوله ما يسمحلوش ان يبقى مهاجم الزمالك، بس هو ادى في المباراه بشكل معقول على مستوى اللي هو يمرر يعمل، بس في النهايه انت جايب مهاجم. هو سجل اه، بس سجل من كره ما تضيعش، ولكن عنده مشكله فعليه ان هو الراجل جسمانيا ما اتخلقش عشان يكون مهاجم الزمالك. ممكن يكون مهاجم فرقه بتلعب على مرتده، ممكن يبقى مهاجم فرقه غير الزمالك، انما مهاجم الزمالك لازم يكون قادر على استقبال الكرات العرضيه، ممكن لازم يكون قادر على استقبال الكرات الطوليه. الراجل مش انا بس الزمالك ما عندوش حاجه خليفه. انا اللي شفته في عمري في الكوره من المهاجمين اللي مش جامدين كجسمانيا وطوال وكده بيبقى جوه ال 18 يعني ما بيتوصل. يعني افتكر راؤول جونزاليس مثلا، مثلا توريس كان طويل، بتكلم عن فيا مثلا، فيا اجويرو، مايكل اوين، لعيبه كوره جامده قوي. في بيبقوا في ال 18 ما لهمش وصف. حتى هنا عندنا مثلا شريف اشرف متعب يعني اللي هو جوه ال 18 حتى ما انا بقول يعني حتى مجازا يعني مثلا متعب ما هواش عمرو زكي مثلا ما هواش ما بيعملش حاجات جامده، بس دماغه بتبقى جوه ال 18 مش سم يعني. انا مش لاقي بصراحه لسامسون يعني مش لاقي له حاجه. انا يعني مشفق على جوزيه جوميز، الثلاثه سواء سيف الجزيره، ناصر منسي، سامسون، الراجل قاعد يبدل فيهم، هو مش لاقي حاجه اصلا يعني. يعني انا اعتقد الزمالك حتى كان محتاج يقدم يعني مؤيد مهاجم قطاع الناشئين في الكونفدراليه. اعتقد هو قاعد يبدل فيهم عشان هم دول اللي متاحين معاه في الكونفدراليه، والراجل مش لاقي حد. تعال نشوف اللقطات اللي سامسون هتبين لك المشكله. في احيان بيتصرف بالكوره كويس، بس في احيان كتير جدا لا. هي احنا ما انت ايه احنا لو نروح بقى احنا معلش معنا خلفت الخليفه الترتيب بعد فيديو سامسون هو الفيديو رقم 4 معانا. لو احنا نروح للفيديو رقم 4 هو ده اللي هيبقى كده. فهنتكلم في سامسون بشكل عام. استلم هو ده يعني هنكتشف بقى من احنا لا هو مش هو مش ده بس ده تمام يعني. خلينا نشوف ال لا ده دي هجمات الجونه اللي كانت قبل في ظهر باكات الزمالك في ماشي. طب قبل طب دي نقطه حلوه. الفيديو اللي بعديه هو الفيديو اللي بعديه هو ده دي هو دي النقطه اللي انت كنت بتتكلم عليها. خلينا ناخد دي عشان سامسون عشان يلا بينا. طيب ده دي لقطات اللي هي المفروض هتظهر سامسون بيعمل او مشكله كبيره موجوده عند لا دي كان محمود علاء. خلينا بقى ايه محمود ده محمود علاء. طيب نتكلم عنه ماشي. هنا محمود علاء بغض النظر عن غلطه الجون، بص يا ابراهيم
كميه كبيره جدا من الاخطاء في التمريرات الطويله. محمود علاء لعب في اللقاء ده خمس تمريرات طويله، على فكره كانت واحده من مميزات محمود علاء سابقا، خمس كرات طويله زيرو سليم. بص التمريره دي كشيفه قوي، بص هيعملها ازاي، يعني اللي مفيش يعني واللي جايه بقى فيها اكتر من كده كمان، يعني اللي جايه هتبين ان هو بره التركيز خالص في حتى في لحظات استلام الكوره. انا مش بتكلم حتى عن غلطته في الجون، انا بوريك ان الميزه حتى ابسط المزايا اللي كانت موجوده عند محمود علاء فقدها خالص. بص التمريره الجايه دي هتتعمل ازاي من محمود علاء. كانت يعني انا عايز الناس بس هي طولت معانا شويه، معلش هتيجي هترجع تاني لمحمود علاء. ايوه هو هي برضو كمان في نقطه، هو كل التمريرات اللي انت جبتها حتى الان لمحمود علاء هو ما فيش اي ضغط عليه. ما هي لا انت انا عايزك تبص على الجايه دي، الناس تبص معانا على الجايه. ماشي هو يعني ايه طولت معانا، يبقى التوقيت فيه غلط، في مشكله عندنا في التوقيت في اختيار التوقيت ولا حاجه. كانت تمريره غريبه جدا، محمود علاء عملها بقوه جدا على شيكابالا. ايوه يعني عملها بكل قوه على شيكابالا. الناس ممكن لو فاكره من المباراه كانت كرة اتعملت منه بقوه جدا ناحيه شيكابالا. طب سؤال يا خليفه، دي بقى اللقطات بتاعه. طيب قبل ما نروح عند سامسون، قبل طالما احنا اتكلمنا عن محمود علاء، انت شايف محمود علاء يقدر يرجع تاني ولا لا؟ خلاص الموضوع اتقفل. لا خلاص في السن ده، في السن ده لا بتبقى صعب. ده سامسون بقى هنا هنخش على سامسون كده، هنخش على سامسون بالترتيب. بص هنا دي اول كوره اللي هي بتثبت فكره الكواليتي بتاع سامسون، ان هو مش مخلوق يكون مدافع مهاجم الزمالك. مهاجم الزمالك الكوره دي بيضيعهاش، او حتى يضيعها الجون يتالق، انما نط الارتقاء بالطريقه دي ده استحاله يكون لعيب اتخلى عشان يكون مهاجم الزمالك بالطول ده. بص هنا يعني كور كتير هتيجي بنفس النظام. هنا البزاق اللي في سامسونج، بص الكره دي هيتصرف فيها ازاي الجايه دي. هتلاقي بيستلم في مساحات ضيقه بشكل كويس، ده هنا قلش. الجايه اللي هي هيستلمها بشكل كويس، لا انا اللقطه اللي بعديها هنا قلش. ما انا مش دي اللقطه اللي بعديها هتكلمك في اللي انا كنت دي. ده الهيد برضه، هيد عمله من الثبات، مفيش الحته بتاعه الارتقاء، يمكن كان مش محظوظ شويه، بس ده هيد من الثبات برضه مع الجون. يمكن دول ابرز محاولتين ليه. ويمكن هنا برضو في مشكله للزمالك في الكرات الثابته اللي كانت بترجع على الزمالك، كانت بتمثل مشكله كبيره جدا. هنا الكره اللي انا كنت بتكلم عليها اللي هي بتثبت ان عنده لمسه معقوله شويه لما الكره تبقى على الارض. يعني بص هنا خد اللعيب ازاي وحط كوبري لزمايله، دي بتثبت ان عنده شيء ما في التمرير والاستلام الصغير والحاجات دي، بس الكره تبقى على الارض. انما الكره كل ما تعلى بيفقد كل مزاياه، فهي دي مهاجم الزمالك ما ينفعش يكون كده. طب هتقول لي مهاجم الزمالك ينفع سيف الجزيري؟ اللي شفناه من سيف الجزيري ما ينفعش. ناصر منسي برضو ما شفناش منه حاجه تيش. فانا مشفق على جوزي جوميز فعليا، يعني على جوزي جوميز في الجزئيه دي لا انا مشفق عليه. ماشي نطلع لفاصل ونرجع مع عايدي وقفشه ورضا سليم. عيدي كان معانا خبر بيقول ان بدر بنون بيدخل قائمه الترشيحات عشان يبقى مدافع الاهلي، رايك في ده ايه؟ خلاص ده كبر يعني خلاص الراجل جه لعب معانا وقضى فترته ومشي، داخل على 30 سنه دلوقتي. لا احنا عايزين مدافع يعني يكون بروميسنج، مدافع يكون لسه راجل عايز يعمل تاريخ جوه النادي، مش مدافع عنده 30 سنه يرجع. وبعدين ليه انا دلوقتي جاي افكر في مدافع؟ طب انا كنت فين من بدايه الموسم؟ ودي برضو مسؤوليه لجنه الكره، لجنه التخطيط وكولر، هما الاثنين مسؤولين عن الازمه اللي فيها الاهلي دلوقتي. الاهلي من اول السنه عنده اربع مدافعين منهم متولي على طول مصاب. فحرفيا انت عندك ثلاث مدافعين، وانت عارف ان السنه دي مضغوطه، كاس عالم وكاس امم واولمبيات ودوري ابطال افريقيا وسوبر افريقي ودوري افريقي وحاجات كتير قوي. طب انا ليه من بدايه الموسم وحتى في يناير ما جبتش مدافع يشيل مع اللعيبه اللي موجوده؟ فدي غلطه يتحملها كولر وتتحملها لجنه الكره ولجنه التخطيط، لانك دلوقتي بتجيب عمر كمال عايز تلعبه مدافع. طب ماشي نشوف محمد هاني كان بيلعب قبل كده، طب نجيبه. طب دلوقتي انت عندك اثنين مدافعين مصابين وهتلعب ماتش سيمبا لا قدر الله في اي وقت واحد منهم اتصاب، انت بقيت لحد اخر الموسم بتلعب كل ماتشات وانت عندك مشكله كبيره جدا في خط الدفاع. فدي مسؤوليه مين؟ مسؤوليه لجنه الكوره والمدرب. والمطلوب بقى ان هو كل يلحق بقى يجهز لعيب عشان خاطر يخش في القصه دي. فانا معترض على قصه بدر بنون دي، لازم تشوف مدافع منك بقى. هتدور بقى دلوقتي على حد في الصيف تجيب حد تقيل يخش يشيل، خاصه ان عبد المنعم ممكن ما يكملش عايز يحترف يعني. فمش هينفع يكون الدفاع الاهلي كله عنده 30 سنه، ياسر وربيعه وبدر بنون. سريعا في نص دقيقه قفشه ورضا سليم. طيب رضا سليم الناس كلها بتشوفه لما بينزل بيعمل ايه. رضا سليم وجوده في الملعب مهم جدا جدا جدا. اللعيب الوحيد اللي في اجنحه الاهلي اللي بيقدر يتحرك في المساحه من غير كوره،
يعني كل اللعيبه ميزتها زي بيرسي وحسين الشحات وكره في رجليهم. اللعيب ده هو دايما بيشوف المساحه فين، وفي حتى كوره اللي عملها ما هو قفشه لو تعرض لنا أي. بص هنا قفشه برضو اللي بقاله ماتشين ماشي بشكل كويس جدا، دخل في البص بص رضا قطع منين وداخل في المساحه، وهنا قفشه عمل ثرو باس هايل عالمي. رضا راح وهو الجون طبعا، لكن الجون صدها لان رضا لعبها وحش. لكن في كور كتير قوي لرضا من بدايه الموسم، ماتش الاسماعيلي وماتش المصري والماتش بتاع البلديه والماتش ده، كل ما بينزل هو لعيب مؤثر جدا دايما. يعني الكره في رجله بتبقى طبعا بيعدي واحد لواحد لعيب مباشر على الجون، لكن كمان الكره مش في رجله بيتحرك حلو جدا في المساحه، وده اللي ينقص الاهلي في الحته دي، ان انا عايز لعيب عندي يكون بيتحرك في المساحه. خليفة وعادي معلش بعتذر لكم النهارده الوقت اتزنق عشان ماتش الهاندبول، لكن شرفتوني ونورتوني كالمعتاد حبيبي. ده الاسبوع الجاي ان شاء الله. ربنا يعزكم ويحفظكم يا رب. شكرا موصول لحضراتكم على المتابعه، نشوفكم باذن الله على الف خير بكره باذن الله.